علماء دين ورجال سياسة وثقافة من 30 بلدا في طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية. وإذا كانت الوحدة مهمة خلال السنوات السابقة للوقوف بوجه الجماعات التكفيرية، فباتت ضرورة لا بد منها في ظل حرب وجودية تفرضها إسرائيل. الإسرائيليون يدمرون المسلمين، نساءهم وأطفالهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم، ونحن نتفرج عليهم. لماذا؟ لأن المسلمين ليسوا معا، ولا صوت واحدا لهم ولا وحدة بينهم. دعوات ومطالبات جادة لوقفة إسلامية حقيقية نصرة لغزة، وتوقعات بتحقيق المقاومة مزيدا من الإنجازات الميدانية بعد العدوان الإلكتروني الإرهابي الإسرائيلي الأخير على لبنان. يجب أن نرى فعل حزب الله، والتجربة أثبتت أن فعل المقاومة كان دوما يعني ثباتا في الميدان وإصرارا وعزيمة في المضي إلى الأمام وتحقيقا للإنجازات. لست قلقا. وعلى غرار تصاعد الخطوات اليمنية الداعمة لفلسطين، جاء الموقف اليمني في المؤتمر حاسما لناحية مواجهة الاحتلال. بأن يكون هناك قرار حاسم، قرار شجاع، قرار جريء، لا مجال اليوم للحديث عن أوساط الحلول إطلاقا. الأمة تواجه تحدي كبير، فإما أن تكون أو لا تكون. مؤتمر الوحدة الإسلامية هذا العام بعنوانه وجدول أعماله وكلمات المشاركين فيه تحول إلى منبر لمناقشة العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتداعياته ومستقبل أمة لا خيار أمامها سوى تحقيق الوحدة والنصر. أحمد البحراني، طهران، الميادين.